بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. عندنا الفسيخ ما شاء الله تبارك الله، احنا وعافيه اللي هياكله. طبعا احنا خليين علب للناس عايزين في القاهره، انضف خليه وانضف فسيخ على الطبيعه. بنخلي والباب مفتوح علينا اهون، ما بنخليش في مخزن، ما بناخدش هلك الفسيخ. كل الفسيخ زي ما انتم شايفين كده، انضف فسيخ مطلعينه من البرميل عشان نخلي علب. انا وعافيه اللي هيروح لها يا جماعه، ولسه طبعا هنعمل اهو عشان اوزن. وكل سنه وانتم طيبين. المخلي اهون وكل حاجه على الطبيعه زي ما انتم شايفين كده. وربنا يبارك لي في احمد ومحمد واشوفهم اسعد الناس يا رب. واحمد بقى يخلي لنا صبعي وجعني، مش عارفه اعمله. كل سنه وانتم طيبين. شايفين الفسيخ يا جماعه اهو، اهلا يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده حاجة اخر جمال وحلاوة وطعامة. خليتني كده اوريلهم حاجة كده. الفسيخ على الطبيعة اهون، ده رايح القاهرة. واللي عايزة اني بوصل برضه، واللي عايزة تطلب اختيار تبقى الايام دي عشان مش فاضية لحد. وطبعا اللي هياخد الايام دي ربنا داعيله. اللي خدت اوردر على سعر الاسعار زادت، اللي خدت الله يهنيكي، اللي خدتي لان الاسعار زادت. وكل سنه وانتم طيبين برضو، ورزقها ورحلها، وربنا يجعله بالهنا والعافيه يا رب. وكل الفسيخ اللي عندنا زي ما انتم شايفين، احنا حاجه كده ما شاء الله بتتكلم على الطبيعه اهي، على الطبيعه يا جماعه. حبيتين كيلو مقصقصينه ومنضفينه بتتكلم، وحاجتنا جميله. الفسيخ الارضيه الصفراء اللي انتم شايفينها دي، ده فسيخه نظيفه وحلوه بيتكلم. طبعا بنعفي العلبه زي ما انتم شايفين، بنعباها كده، بنحط لها الزيت وحاجتها. وبتروح لاصحابه ويجعلوا بالهنا والعافيه ويجعلوا تطلع اللي ياكل يا رب. وطبعا عندي كل قطعي دي من اللي رايح لها الاوردر دي بتاع اللايف، اللي تعرفوا انني جايب من عندي، خدوا منه وانتوا قلبكم جامد. ده رايح لاين القاهره، معرفش قالت لي في انا حته في القاهره. اللي عايزها يا جماعه يطلبها برده وياخد منها. ربنا يخبط الناس كلها. قالت لي باين من الشروق تقريبا. اللي عايزها يطلبها يا جماعه، معرفش يا منين ومعرفش والله، بس هي من القاهره في الشروق. حاجه بتتكلم، الاوردر رايح لها هي بتتكلم. حاجه ما شاء الله تبارك الله كده بتتكلم. تسلم ايدك. سخنه جميل يا جماعه، بتتكلم على الطبيعه. وريلهم الباب مفتوح اهو، سخنه كله كده. ما بنجيبش هلك الفسيخ. انا بقالي 3 ساعة عامله بس على اليوتيوب، واني بخلي صوابعي وجعتني، بخلي انضف فسيخ قدام الناس كلها. ما بنجيبش حاجه مقفوله كده تاخديها ما انتش عارفه مصدرها ايه، لكن احنا حاجتنا كلها على الطبيعه، حاجتنا فريش. يعني اللي بتطلب مني اوردر مخلي بيجي لها صوابع، ما يجيلهاش حاجه بايته. ويا رب يجعله بالهنا والعافيه يا رب عليكم. وطبعا مش قادره اقول لكم كل سنه وانتم طيبين عشان قلبي وجعني. اتكلم يا احمد بقى، اتكلم. ايوه اتكلم شويه. يعني كل سنه وانتم طيبين الاول، بمناسبه الشهر الكريم اللي احنا فيه، وربنا يعود الايام على خير ان شاء الله باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفسيخ اول، انا بحكيه زي ما انتم شايفين كده بايدي. حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني هي بتتكلم، يعني هي بتتكلم عن نفسها. يعني مش محتاج ان انا اتكلم يعني كتير، وان انا اقول الحاجة حلوة. طبعا اللي عايز يعني اللي مش مصدق يجرب لو مرة في نص كيلو فسيخ بس. يعني ايه؟ التجربة بس. يعني اللي عايز مش شرط ان هو أول مرة يطلب أوردره كله، لو عايز يطلب كيلو فسيخ على عيني وعلى راسي. عايز أوردر برضو على عيني وعلى راسي. واللي انتوا عايزينه في اي وقت احنا تحت امركم. طبعا الحاجه هي اللي بترد على التليفون، الرقم بتاعها موجود على الصفحه، وهي هتكتبه لكم برده في الفيديو. اللي عايز مخلي، عايز جمله، عايز قطاعي، اي حاجه ان شاء الله الامر ده متاح. احمد بيخلي في ايده ازاي؟ انما انا ما بعرفش، انا بعمل اي حاجه بامر الله، بامر الله متاح. واللي انتوا عايزينه. السلام ورحمة الله وبركاته. انت فين يا حاج مصطفى؟ انت فين؟ فاصل شحن والله مصطفى، ولا باين الشبكة وحشة؟ معرفش، سايبه من ساعتها ولا شغال؟ لا فاصل لأن الرقمين.
فاصل بقى عشان عمالك تمسكها اللي انت عامل ايه يا مصطفى؟ سايب والله حاجه كده اخر جمال. انت عايز سمك ايه؟ عايز خمسه. ماشي ويبعد عننا الايام المحترقه يا رب يا رب اشفيني واشفي كل مريض. مش ناشف يا رب، حد يفكر ان انا بطلعه شرايح كده ان هو لا ناشف. لا مش ناشف، ده سمك السمك اسمين. دون سايح سايح وسمين، بس انا يعني ليا طريقه بس كده ان انا بطلعه ايه الحته في حتتها كده. سمك كده سمك حلو وسمكه بسم الله ما شاء الله يعني. انا مستحره بيه، مستحره بيه وعامله بيه، لان انا مستحره وفتره كان عندنا والله ناس من السويس. لا انا عايزاكم تبصوا تعالي كده، شايفه الزيت؟ شايفين الزيت جاي ازاي؟ شايفين؟ شايفين الزيت بيقر ايه؟ شوفوا سمنيه السمكه، شايفين؟ اه سمك سمين، سمك حلو ما بيجيبش الا انضف سيخ، انضف سمك. سمعك يا احمد هيوجعك يا ابني بالسكينه، ده انا ايدي وجعاني. ربنا يعينك يا ابني يا رب ويسعدك واشوفكم السعداء، ويا رب كده ادعوا لي كلكم ايام مفترقه، واللي في السعوديه واللي بيزور الكعبه ويروح يعمل العمره يدعي لي بالله عليكم، ادعوا لي اللي رايح العمره وبيعمل عمره وسامعني دلوقتي يدعي لي ان ربنا يشفيني ويشفي كل مريض وما اخدش الكيماوي تاني بالله عليكم، بالله عليكم ادعوا لي ان ما اخدش الكيماوي تاني ولا يخش جسمي تاني يا رب، ويشفي كل مريض من وجعه وما يدخل المرض جسم اي انسان يا رب، ويديكوا الصحه والعافيه يا اولاد قلبي، واشوفهم اسعد الناس اولادي وبعد عنهم المرض هم والمسلمين اجمعين، ويجعلوا عيد سعيد عليكم يا رب، وكل سنه وهم طيبين. وكمل بقى ويلا يا بيبي احمد هيكمل معاكم. قولوا بقى معاهم ايه بس بقى كل الكلام اللي انت قلته يا جماعة. بصوا بقى يا جماعة، هي الحاجة تعبت من الكلام وأنا برضو يعني إيه، هي اللي بتتكلم على طول يعني عشان كانت بتخلي برضه، فهي بقى إيه هي هناك بقى مش زي ما أنتم شايفينها كده هناك إيه. وريني ياسمين هي ما قعدتش يعني ولا حاجة، راحت تشتغل برضه، بس بقى ايه هي هتوزن العلب ان شاء الله. احنا بنبقى عارفين هي بتاخد قد ايه يا جماعه. يعني بصوا هي الفسيخ بيتخلى وبيتعبى زي ما انتم شايفين كده. ما الكيلو يا جماعه بنوزنه كيلو وبعد الخليج وبنخليه. يعني هو بيطلع مثلا 350 جرام 400 جرام ساعات 450 حسب ايه حجم السمك. يعني ممكن لو هو مثلا الفسيخ زي ما انتم شايفين كده لو هو ايه كبير زي ده كده يعني بيطلع مثلا 400 جرام، ده الحبايتين حبايتين كيلو. بس انا بقى طبعا ايه يعني ناقص اصل جناب وفاهمين، يعني انا شايل الجناب ومنضفه يعني ده يعني بصوا اللي انا بخليه ده انا فاتحه ومنضفه ومخلصه، يعني بس ان انا اشيل اللحم بس، انما الراس والكلام ده كله انا شايله والعظم اللي فيه كله. طبعا الخليه دي مفيش فيها عظمه، يعني هو بصوا بتاكل على العيش على طول، مش محتاج ايه ان انتوا مثلا تنضفوه او حد، لا هو اللي هيطلع بشوكه ولا باي حاجه هيطلع يحط على العيش وده زي ما انتوا شايفين كده. السمك اهو زي ما انتوا شايفين اهو انا بخليه بايدي، انا مش بقى هكذب عليكم والبس لكم جواندي ساعه الفيديو، لا انا عامه الفسيخ يعني الشغله بتاعتنا لوحدها تعقيم، يعني الملح الميه والملح لوحدهم تعقيم،
انتوا فاهمين يعني الميه والملح تعقيد، زي محلول الملح كده، محلول الملح ما هو بيعقد، فالميه والملح هي الوحده تعقيد. والسمك اهو، واللي عايز يشرفنا في اي وقت، عايزنا نبعتله نبعتله على عيني وعلى راسي، عايزنا ياخد مننا جمله برضو وياكل عيش على عيننا وعلى راسنا، اللي هو عايزه. اللي عايز ياخد في براميل بديله، عايز الف له لفه في كيلوهات بديله، عايز مثلا اللي هو مثلا اعمل له مخلي اعمل له، كل حاجه موجوده يعني. الحمد لله بفضل الله بفضل الله بفضل الله، بدعواتكم كل حاجه متاحه. عندنا الرنجه برضو بنشتغل في نوع كويس، ابو السيد رنجه محترمه ولا اسمها، واللي مش عارفها يكتب على النت بس ابو السيد هيظهر له كل حاجه عنها. حاجه كده ما شاء الله يعني، برضو الناس دي يعني بسم الله ما شاء الله. وانا برضو مش بحب اشتغل غير في الحاجه النظيفه يعني. الزبون انا بحب ادي للزبون بتاعي يكون حاجه محترمه كده يعرف ياكلها، مش ان هو يدفع فلوسه في الاخر ما تعجبوش الحاجه، لا. واللي بياخد مني اي شيء يا جماعه ومش عاجبه او ما عجبوش، انا اللي بقول وبقولها على الملا، يلفه بلفته ويجيبهولي. عايز نغيره له على راسي، عايز ياخد فلوسه برضه على راسي. هو الحمد لله يعني، الحمد لله ما حدش ما بيرجعليش حاجه، لان انا قبل ما بدي اي حاجه لزبون بساله على طلبه بتحبه حادق، او بيدوقه، بتحبه سايح، او بيدوقه قبل ما ياكل، بتحبه ناشف، عايز يدوقه برضه هو عندي في المحل ادوقه له برضه، ما فيش اي مشكله. يعني زي اللي يريح الزبون يعني، احنا مع راحه الزبون، واللي الزبون عايزه بنديه له. والله يعني مش هنقول لكم ان احنا بنخسر على حاجه، لا، احنا الحمد لله بنكسب وكل حاجه، بس بنكسب يعني مش مكسب ايه اللي هو كتير يعني. الحمد لله احنا بنرضى بقليلنا، بنحب ان احنا برضو ايه نكسب قليل ونبيع كتير يعني. دي ايه حاجه احنا شغالين بيها، نمط ماشيين عليه، اكسب قليل وبيع كتير. والحمد لله بفضل الله يعني، الحمد لله شغلنا احنا اللي بنعمله بايدينا زي ما انتم شايفين كده، كمخزن وكمحل يعني. مفيش غريب بيقف على كفه عندنا، مفيش غريب بيمسك حبايه سمك يملحها. ويا جماعه احنا معاك اهو، وان شاء الله معاك في سكن البحار، نبروح من مدرسه الصنايع، رقم التليفون 010-33-27-0744. وان شاء الله اشوفكم على خير المره الجايه.